تتميز العلاقات البحرينيه الاردنيه بتاريخها الممتد لعقود من الزمن وبوثاقتها ورسوخها بفضل رؤيه قيادتي البلدين الشقيقين وما يجمعهما من تعاون مستمر. نعم حيث جاءت الزيارات المتبادله بين البلدين لتؤكد على عمق هذه العلاقات التاريخيه المتجذره بين البلدين والشعبين الشقيقين. علاقات اخويه وطيده وراسخه ومتجذره تعاظمت لتصل الى ما وصلت اليه اليوم. بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية، والتي جاءت مستمدة قوتها من جهود صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لتزداد عمقاً وتطوراً بحرص القيادتين على بذل كل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي. العلاقات البحرينيه الاردنيه تميزت على مدى تاريخها بعلاقات وثيقه ومميزه وخاصه والسعي المستمر والدؤوب من قبل قيادتي البلدين لترجمه العلاقات السياسيه المميزه على ارض الواقع حيث تم تحقيق انجازات هامه على كافه الصعد هذه العلاقات المتميزه بين قيادتي البلدين الشقيقين كان لها دور بارز انعكس على ما يربط الشعبين الشقيقين من اواصر المحبه والموده والتي اصبحت انموذجا للعلاقات ومثالا يحتذى به زيارات متبادله جمعت مملكه البحرين بشقيقتها المملكه الاردنيه الهاشميه جاءت لتعزز وتؤكد على العلاقات التاريخيه المتجذره بين البلدين والشعبين الشقيقين والمستوى المميز الذي وصلت له هذه العلاقات بما يجمعهما من تعاون مستمر على مر الزمن ويمكن للمراقب ان يتلمس اثار ذلك التعاون البناء بمستوياته المختلفه والذي تجسد بصوره لافته باتفاقيات تعاون مشتركه وبمشاريع استثماريه وتبادل للخبرات في كافه المجالات